الكره في الامام والعرضيه وفي الجول يفعلها بيرسبولس والى علي مبخوت. علي مبخوت هنا يحاول امام علي مبخوت باحثا عن التسديده وفي الجول. مبخوت يلعب التمريره رومارينو وفي الجول. البحث هنا عن كرة عرضية حول منطقة الجزاء تمر مباشرة الكرة وتبعد ما زالت قائمة الكرة وإشارة ركلة جزاء لم تقل للأبد من قيمتها للعطاس. شوف اللي عادة أعتقد لم تضح في هذه الكرة لم تتضح هنا أمامنا وكانت ملامسة اليد وأمام ناظري الحكم ومثل هذه اللقطة يعني شخصياً أرى فيها كلام والزملاء ستكون لهم يعني كلمة حول هذا الأمر لأن اللقطة الماضية طبيعي اللاعب طبعا هل يعاود تألقه تقدم في الأمام وفي الجول يفعل النيجيري ويعادل نتيجة المباراة. نترقب هذه اللعبة بصفة وراسية